سمو الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، سعادة السفراء الأفاضل، حضرات الضيوف الكرام، أحييكم أطيب تحية، ويسرني أن أرحب بكم بالنيابة عن لجنة أصدقاء جامعة القدس في أبوظبي، ونشكركم على حضوركم حفل العشاء 12 لدعم جامعة القدس، الجامعة العربية الوحيدة في مدينة القدس. كما ونتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الرئيس الفخري للجنة على تفضله برعاية الحفل ودعمه المتواصل لنشاطات اللجنة ولجامعة القدس. ويسرنا أن نرحب بالأستاذ الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس ووفد الجامعة المرافق، ونشكر لهم ولجميع كوادر الجامعة جهودهم المتميزة في دعم وإعلاء هذا الصرح التعليمي الصامد للمضي قدماً في مسيرته التعليمية وضمان استمرارية عمله وتقديم خدماته للمجتمع الفلسطيني. إن الهدف من تنظيم هذا الحفل السنوي هو استمرار لتواصل جامعة القدس ممثلة بلجنة أصدقائها في أبوظبي معكم أنتم أهل الخير لتقديم يد العون لدعم جامعة القدس، وأنها لمناسبة طيبة نعبر فيها عن شكرنا لكم ولمساهماتكم الكريمة. وسيخصص ريع حفلنا لهذا العام لدعم الجامعة في تطوير وتأهيل مختبرات كلية العلوم والتكنولوجيا لإعادة بناء وتجهيز المختبرات بما يتماشى مع التطور العلمي في مجال العلوم والتكنولوجيا. جامعة القدس هذه الجامعة العريقة تستمد رسالتها من وجودها في مدينة القدس، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، في الأرض المباركة أرض الإسراء والمعراج ومهد الديانات، ضاربة جذورها في أعماق التاريخ وتعايش الرسالات السماوية بقيمها السمحة، فغدت حاضنة فكرية ثقافية سياسية تستنشق من عبق تاريخ المدينة المقدسة رصانتها، وتستلهم مقامها وأصالتها وعروبتها من أحجار مدينتها، فأخذت على عاتقها النهوض بالمجتمع الفلسطيني بعامة والمقدسي بخاصة من خلال تقديم البرامج التعليمية والمجتمعية والثقافية التفاعلية البناءة. على هذه الأرض المباركة يعيش جيل فلسطيني شاب ذاق كل أنواع القهر والسلب المادي والمعنوي، جيل مهدد يومياً بضياع قدرات التمكين الأساسية لصناعة مستقبله وحماية أرضه ومدينته المقدسة. تتمحور رسالة جامعة القدس حول تمكين الشباب الفلسطيني من أدوات العلم والتعلم الحديثة، والتي ترتقي إلى مستوى تحديات البناء والنمو في القرن 21 وتحديات الاحتلال الرهيب، وكذلك الالتزام بتوفير وتهيئة بيئة تعليمية فاعلة قادرة على تعزيز انتماء الطلبة الباحثين إلى بيت المقدس وفلسطين. الضيوف الكرام، اسمحوا لي بهذه المناسبة أن نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، لدعمه المستمر لنصرة قضية فلسطين ودعم الشعب الفلسطيني. كما نتوجه أيضاً بجزيل الشكر والتقدير لسمو الشيخ نهيان بن مبارك نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، الرئيس الفخري للجنة أصدقاء جامعة القدس لدعمه المتواصل لتعزيز الصمود في الوطن المحتل، والشكر كل الشكر إلى شعب الإمارات الوفي المعطاء على مواقفه الرائعة التي تعبر عن صدق مشاعره نحو شقيقه الشعب الفلسطيني.
أتشرف الآن بدعوة معالي الشيخ نهيان بن مبارك النهيان لإلقاء كلمته، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سعادة الدكتور عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس، سعادة السفراء، سعادة السفير عصام صالح سفير دولة فلسطين، الضيوف الكرام، الأخوة والأخوات، أصدقاء ومحبي الجامعة في الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني بالغ السعادة أن أكون معكم الليلة كي نعبر سوياً عن تقديرنا الكبير لما تقوم به جامعة القدس من أدوار فاعلة ومؤثرة في خدمة مصالح الشعب الفلسطيني، وعن اعتزازنا ما تحمله هذه الجامعة من مسؤولية وطنية مهمة في تحقيق طموحات أبناء وبنات فلسطين، وفي حركة نضال هذا الشعب الشجاع في سبيل الحرية والاستغلال، تدعم صموده في الحاضر وتسهم في تشكيل تطوره في المستقبل على أسس قوية في الحياة الكريمة وتنمية جوانب الفكر والثقافة وتعزيز الولاء والانتماء للوطن والقدرة على التعامل الفعال مع كافة التحديات الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في ظل الاحتلال القاشم لوطنهم. إننا الليلة في احتفالنا بجامعة القدس إنما نعتز كثيرا بما تمثله الجامعة الرائدة باعتبارها نموذجا ناجحا للتعليم، يضم الطلبة والأساتذة في ثقة كاملة بمستقبل فلسطين وقناعة تامة بقدرة أبناء وبنات هذا الشعب المناضل. إن احتفالنا الليلة بمثابة شكر وتقدير وامتنان